نص الكلام نص اللي قال عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلها في رباط إلى يوم القيامة. من يقول عن نص أنها أمة كافرة؟ إذن فمن المسلمون؟ من المؤمنون؟ مصر التي صدرت علم الإسلام إلى الدنيا كلها، صدرته حتى إلى البلد الذي نزل فيه الإسلام، هي التي صدرت علماء الدنيا كلها علم الإسلام. أنا أقول عنها ذلك، ذلك هو تحقيق العلم في أذهانها الشريف. وأما دفاع عن الإسلام فمن يتني؟ من الذي رد همجية التتار إنها مصر؟ من الذي رد هجوم الصليبيين على الإسلام وعلى المسلمين؟ إنها مصر، وستظل مصر دائما رغم أنف كل حاقد أو حاسد أو مستغل أو مستغل أو مدفوع من خصوم الإسلام هنا أو خارج هنا.